أعزائي المشاهدين، أنا وريم بنرحب فيكم مرة تانية. طبقنا الرئيسي اليوم حيبقى نوع من المقلوبة، هيك سميناه مقلوبة اللحم بالرز البسمتي. شو رأيك كريم نعمله سوا أنا وياكي؟ خلينا نشوف سوا المقادير. مقلوبة اللحم بالرز البسمتي: لسلق اللحم، كيلو لحم مقطع، حبة متوسطة بصل مقطع، ملعقة صغيرة ملح، 5 حبة فلفل أسود صحيح، 5 حبات هيل صحيح، عود قرفة. لسلق الأرز: 1/2 ملعقة صغيرة زعفران، 2 ملعقة كبيرة ماء الورد، 3 كوب أرز بسمتي، ملعقة كبيرة زيت ذرة، ملعقة كبيرة ملح، 5 حبات هيل صحيح. طبقة الخضروات: 3 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 2 حبة كبيرة بصل مفروم خشن، 6 فص ثوم مهروس، 2 قرن فلفل أخضر مفروم، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة بهار مشكل، 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 حبة متوسطة بطاطس شرائح، 2 حبة متوسطة طماطم شرائح، حبة متوسطة فلفل حلو أحمر شرائح، وكوب كزبرة مفرومة. أعزائي المشاهدين، زي ما قلنا الطبق اليوم نوع من الرز هيك مع اللحم، لذيذ في رمضان، لذيذ في الأيام العادية. بتحبي هيك أشياء زي البرياني، زي المقلوبة، زي الكبسة؟ بتحبي هيك أكلات؟ طيب إحنا هلأ ريم بدنا نحضر هالمكونات اللي حنحتاجها وحتساعديني. عنا طبعا شوية بهارات صحيحة وناعمة، حنحكي مع بعض أنه إمتى كل إشي إمتى نستعمله. أعزائي المشاهدين، عم نحتاج حوالي كيلو من اللحم. اي نوع من اللحم انتم بتحبوه، يبقى مقطع مثلا من غير عظم، مع عظم، زي ما بتحبوا. القطع اساس يعني كل شخص قطعه او 2 حسب عدد الاشخاص ومين الاشخاص اللي عم بيتناولوا هذا الطبق. نبتدي خطوتنا الاولى بسلق الرز. نحتاج نغلي كميه وفيره من المي. بضيف الرز، طبعا الرز بسمتي غسلينه قبل بوقت ومنقوع لحوالي ربع ساعه، هذا اقل حد، يعني لو في مجال ننقعه لفترة أطول بيبقى أفضل. ريم حبيبتي، أنا هحتاج منك تعطيني هيل صحيح، هيك حوالي 5-6 حبات هيل. كم حبة؟ 5-6 هيك، حطيهم بإيدي. أيوة، مش ضروري نعد، لا حطي كمان. تمام. وبدي شوية ملح. أنا حطيت الهيل هلأ مع الرز، حضيف شوية زيت وعطيني ملح يروح قلبي، واعطيني معلقة لو سمحتي. بنضيف طبعا الملح عشان بس الرز ياخد طعم. ممكن تستغنوا عن إضافة الملح، ما في مشكلة. هناخد المعلقة الكبيرة وبانتظار الرز ليغلي نبتدي خطوتنا التالية، اللي هي التجهيز المسبق لهذه الوصفة اللي ممكن أنا أكون عاملاه قبل بوقت. إني أسلق اللحم، هحتاج أحط اللحم. اللحم زي ما قلنا مقطع سواء بالعظم او من غير عظم، حسلقه بالطريقه التقليديه العاديه. اعطيني البهارات الصحيحه ريم، اللي هي شويه هيل، كم فص هيل، والقرفه العود، والفلفل اللي هو الحب. اي نوع من البهارات الصحيحه بتحبوا تضيفوها، ممكن اذا حبيتوا برضو ورق غار. حبتدي اغمر اللحم بالمي وعندك كريم نوعين من البصل هون، في بصل مفروم وفي عنا بصل مقطع قطع كبيرة. ممكن تعطيني اللي مقطع قطع كبيرة زي ما اتفقنا مع اللحمة، حنحط احنا ايش قلت لك قطع كبيرة، البهارات تبقى كبيرة صحيحة وكمان البصل. تفضلي، هغطيه واسيبه على نار متوسطة طبعا لحوالي ساعة، لغاية حسب نوع اللحم الموجود عندنا. يبقى احنا هلا عندنا اللحم اللي سلقناه احنا من قبل، صفيناه، هاي اللحم وهاي المرق. بحتفظ بالمرق على نار يبقى سخن شوي عشان وقت التطبيق يبقى عندي جاهز. حسخن شوية دهن، اي نوع دهن انتو حابينه. ريم من فضلك حتعطيني البصل المفروم. تسلم ايدك. وناخذ هالمعلقة هاي، حبتدي أقلب البصل. حقلب البصل لغاية ما يغمق لونه كويس.
مش يتحمر كتير، خلوا بالكم بس هيك انه يصير اللون عندي اللون الذهبي. واثناء تقليب البصل انا برضو عم بتابع الرز، متهيألي حبة الرز خلص هلا صارت مضاعف حجمها. ريم هلا انا حعمل خطوة، انت حتكوني بعيدة عني شوي لانه حيكون فيها، انت خدي هدول بديهم هناك يا حبيبتي اللي هم خلصنا منهم. الخطوة اللي انا حعملها حيكون فيها بخار وهيك، فانا بخاف عليك، ما بدي تكوني قريبة مني وانا بعمل هاي الخطوة. شكرا يا حبيبتي، حطيهم هيك جنبي اوكي، وبعدي انت عندي شوي عشان انا هلا حصفي الرز. وطبعا احنا قلنا مية الرز بتبقى سخنة وبتغلي، فبيبقى خطر على الاطفال يكونوا جنب ماما في المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم، حبتدي على مصفاي تمام الحمد لله. هخلي الرز هلا على جنب جنبي هيك، بس انتبهي يا ريم هنخلي البهارات هون عشان تعرفي توصلي لها، ونكمل احنا خطواتنا نشوف البصل شو الاخبار. ابتدى هيك البصل ياخذ اللون الذهبي تمام. اعطيني هلا التومه على مهلك الرز، وتقربيش عند الرز يروح قلبي. هنضيف التوم واثناء ذلك اعزائي المشاهدين احنا حنحتاج نجهز. ريم بدي صحن كتير زغنطوط كتير صغير، حتحطي لي هون شويه زعفران بالصحن. هدول ايوه كلهم؟ لا شويه باصبع عينك حطيهم. وحتحطي لي عليهم شويه ماء ورد هيك تصبيها انت شوي شوي روح قلبي عشان اقول لك قديش. كمان 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 بس خلاص. أعزائي المشاهدين نرجع نشوف البصل والثوم، أعتقد هلأ درجة التحمير هذه معقولة، ابتدت الريحة الطيبة تطلع. حتعطيني اللحمة تقدر تجيبيها ولا على مهلك روحي. حنضيف اللحم المسلوق، طبعا أنا هلأ عم بعطي طعم للحم بإضافتي اللحم بهذه المرحلة، هو طبعا بيبقى لحم مسلوق. هلا تفضلي ببتدي اشوح اللحم، وهي الخطوه كثير ضروريه عشان بالاخر يطلع لنا هيك طبخه رائعه. يعني اعزائي المشاهدين ان شاء الله دائما انتم عم تتابعوا معنا الخطوات وبتبقى واضحه قدامكم وتستمتعوا فيها. ودائما بنقول ست البيت يعني نفسها حلو في الطبخ، باللي هي النفس انا دائما بعتبره الاتقان، والاتقان زي ما احنا زي نشوف ما بدنا نستعجل. لما بنشوح ناخذ راحتنا في التشويح، هون بيفرق عنا الطعم. اعطيني البهار هذا المطحون، هذا يروح قلبي، هذا اللي عندي. تسلم ايدك تسلم ايدك. اديهم خلص رجعيهم يا حبيبتي. اضفنا البهار، وبرضه حخلي البهار يتحمص مع اللحم. هلا احنا قربنا نخلص طبختنا، عم تحفظ الخطوات؟ حبتدي اخلي اللحم هيك على شكل طبقة. في عندك هلا بطاطس، تعرفين البطاطس؟ بطاطس حبيتوا تقطعوها شرائح او حبيتوا تقطعوها مكعبات على حسب ما بدكم. هوزع البطاطس في القاع، واعطيني من فضلك في اشي اخضر مفروم هيك، فلفل، وفي اشي كمان اخضر مفروم عندي، فلفل اخضر، هذا كزبرة تمام. هنوزع شوية كزبرة، هوطي النار. وهلأ هحتاج خطوة بدي اياكي تكوني بعيدة وأنا بعملها عشان بس بخاف عليكي، خليكي أنت بعيدة شوي. هنوزع هلا شوية رز، عم تحفظ الخطوات؟ طيب اعطيني من فضلك الفليفلة والبندورة. شرائح من الفلفل الأحمر، تسلم إيدك، وشرائح من الطماطم،
خليها جنبي هذه لسه. وبرضو حوزع شوية كزبرة خضراء. شوفي اللون، تعالي تفرجي بس من بعيد عشان ايه، ايش رأيك الالوان. هنحط هلا شوية رز، خدتي بالك؟ اعطينا بقية البندورة. اعزائي المشاهدين عم بتلاحظوا اني انا ما زلت مولع النار عشان لسه طبختنا ما كملت، فما بدي يعني ما بدي البخار يروح. انا لسه عم بتلاحظوا كيف عم بطلع بخار وبوزع بقية الرز. متخيلة هلأ كيف حيبقى طعمها؟ تتذكروا احنا لما سلقنا اللحم قلنا حنحتفظ بالمرق سخن. ببتدي هلأ اضيف المرقة مع المحافظة طبعا على طبقات الرز ما تتلخبط عندي. اعطينا الزعفران يا حبيبتي. ناخذ هاي المعلقة الزنطوطة، ايش رأيك؟ حبتدي اوزع الزعفران بهالطريقة. شكرا. بغطي وبسيبه على نار هادية لغاية ما يتسكر عندي الرز. خلينا نقول حوالي نص ساعة، 45 على الأقل، نص ساعة يعني 45 دقيقة، حتى لو ساعة على نار هادية ما بصير له إشي. أعزائي المشاهدين، من الملاحظات المهمة جدا اللي حابة برضك أركز عليها عشان تنجحوا في تجهيز هذه الوصفة، إنه زي ما شفتوا النار تبقى قوية عشان يطلع عندي البخار كويس وياخذ كله من طعم، لأنه عشان إذا أنا حطيته على نار واطية كتير بضل المنطقة اللي فوق مش عم تاخذ من طعم اللحمة وبهارات اللحمة. أعزائي المشاهدين، نشوف بعد هيك طريقة تقديم هالمقلوبة. مقلوبة اللحم بالرز البسمتي.